الآن نتحول إلى الزميل يوسف الشريف والنظرة معه على الخريطة الانتخابية الأمريكية ليرسم لنا الطريق إلى البيت الأبيض، وبأي ولايات غير محسوبة يمر، وما هي الولايات التي غيرت مزاجها وقرارها في هذه الانتخابات؟ إليك يوسف. شكرا جزيلا لك كارولينا. سنذهب سريعا إلى بعض الولايات وبعض النتائج لنرى الولايات التي لم تحسم بعد، وهي بنسلفانيا، نورث كارولينا، جورجيا، ونيفادا. حتى الآن حسب آخر الأرقام في جورجيا، بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية جورجيا، ترامب حصل على 49.8% مقابل 49.0 لبايدن. إذن في جورجيا ما زال ترامب متقدما. في نيفادا، سنذهب إلى نيفادا، ترامب حصل على 84% من الأصوات مقابل 49% لبايدن. سنذهب إلى أريزونا. هذه أريزونا طبعا بالنسبة لبايدن تم حسمها، وبالتالي أصبحت مع الديمقراطيين. على أي حال، سنذهب الآن إلى هذه الولايات هنا. حتى يصل بايدن إلى البيت الأبيض، نحاول أن نجمع الأرقام. حتى الآن بايدن مجموع ما حصل عليه هو 264 من المجمع الانتخابي، يعني يريد 6 أصوات فقط ليصل لل 270، يصل للبيت الأبيض. هذه قد توفرها له نيفادا ذات 6 أصوات في المجمع الانتخابي. بايدن متقدم هناك، لكن الفارق قليل جدا ما زال، يعني الفارق 8000 صوت، وتم فرز 75% من الأصوات فقط. ونيفادا يعني جمهورية ولكنها بدأت تغير جلدها، وبالتالي الرهان كبير عليها. الساعة 9 يوم الخميس بالتوقيت المحلي ستعلن عن الفائز فيها. ما زالت عمليات الفرز كما ذكرنا في جورجيا، في نورث كارولينا، في بنسلفانيا مستمرة، لكن الإبرة تشير هنا أكثر إلى ترامب. ترامب إذا أراد أن يصل إلى البيت الأبيض عليه أن يفوز بكل هذه الولايات 4 الغير محسومة حتى الآن، لأنه 214 حتى تصل إلى 270، عليه أن يفوز بكل هذه الولايات. هذه ستكون مفاجأة كبيرة إن حصلت. ما زال الاحتمال قائم، صحيح ضعيف، لكن ستكون مفاجأة كبيرة، لأننا كما قلنا أن الكل يراهن حتى الآن على نيفادا. نريد أن نشير هنا سريعا فقط إلى الولايات المهمة التي يعني أثارت كل الحماس في هذه الانتخابات. أهمها هنا عندما نتحدث عن ولاية ميتشيغان التي غيرت جلدها. في الشمال كانت جمهورية وأصبحت ديمقراطية، أعطت بايدن 16 مقعدا. ويسكونسن أيضا التي كانت جمهورية وتحولت إلى ديمقراطية وأعطت بايدن مقاعدها 10. هذه غيرت من مزاجها الانتخابي، وإن كانت في انتخابات مجلس الشيوخ والبرلمان ما زالت جمهورية، يعني أصوات النواب ذهبت للجمهوريين أكثر من الديمقراطيين، لكن في الرئاسة كانوا مع الرئيس أو مع المرشح بايدن. في المقابل مهم أن نقول أن ترامب هنا حصل أو فاز بفلوريدا. فلوريدا من الولايات الحاسمة جدا، وكان السباق فيها قويا. حتى تكساس في الجنوب كان السباق فيها قويا، وكانت لأول مرة ستغير مزاجها، هي جمهورية منذ فترة طويلة. كان بايدن قريبا من الفوز لكن حسمها ترامب. ما نريد هنا أخيرا أن نشير إليه أن ما ساعد ترامب على الفوز في فلوريدا كان الأقلية اللاتينية. هناك عدد كبير منهم مقيم في ميامي في فلوريدا. هؤلاء تأثروا بحملة ترامب بأنه اتهم بايدن بأنه هو اشتراكي، وبالتالي هؤلاء الذين جاءوا من أمريكا اللاتينية هربا من الاشتراكية خافوا ربما، وبالتالي صوتوا لترامب. على العكس من هؤلاء، عندما نذهب إلى أريزونا مثلا وحتى إلى نيفادا، سنرى أن الذين نجحوا بايدن هم هذه الأقلية
من اللاتين الذين صوتوا لصالح الديمقراطيين وليس للرئيس ترامب. وبالتالي كما نقول لا يمكن التعميم في الانتخابات الأمريكية، حتى الأقليات، حتى التوجهات الدينية، سواء عرب مسلمين من أصول أفريقية لاتين، كل ولاية لها خصوصيتها وكل ولاية تصوت حسب المزاج العام لهذه الولاية. نعود الآن مجددا إلى كارولينا.